بعد غياب سنتين وفي ظل احترام الإجراءات الوقائية الصحية، يعود المهرجان الوطني للمسرح المحترف في طبعة جديدة لينعش خشبة مسرح محيدين بشتارزي ويعيد عشاق الفن الرابع إلى أجوائه المتميزة. المهرجان هو فضاء تنافسي يجمع محترفي المسرح الجزائري من مختلف مناطق الوطن. بتنظيمه في ظل جائحة كورونا مع احترام توصيات اللجنة الصحية أي البروتوكول الصحي، وهذا حفاظا على صحة المواطن. حفل افتتاح الطبعة الرابعة عشر شهد توزيع الجوائز على المتوجين بمسابقتي الحكواتي وأحسن مشهد تمثيلي، كما عرف تكريم أسماء فنية لطالما صنعت الفرجة على الركح. عودة المسرح متعة، خاصة تدريبات، خاصة لقاءات، خاصة مستوى العمل. مسرح ماهيش لعبة. دوك هو تكريم ماشي حالي شخصي لأي فنان جزائري قدم أو سيقدم أو الآن يحاول أن يقدم، فهو التكريم له. طبعة هذا العام ستعرف مشاركة حوالي 20 عملا مسرحيا تتنافس 9 منها على جوائز المهرجان، على مدى 10 أيام سيكون فيها عشاق المسرح على موعد مع متعة الخشبة.